حاجه هاد العيالات اللي كيلبسوا المايوات راه ما كيحشموش، وكون كانوا لابسين مزيان الدراري كاع ما غيتبسلوا عليهم. وثاني حاجه دابا دريه لابسه الحجاب ومتشاق، يلا ديزا من حدا شي واحد سكران مثلا ما غيدوز يقول ادعي معانا الله يهدينا. اما وحده ديزا ما لابساش مزيان، ديزا لابسه مايوات كما قلت شي، راه غيتبسلوا لها، راه حاجه طبيعيه. من الضل البيضاء اوريو، هاد العلم الرائده في لي بسكوي دخلت الموسوعه غينيس. اجيو نشوفو كيفاش وعلاش. غادي نحطمو الرقم قياسي عالمي اليوم في العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا اوريو دقه وحده واجدين. ايها سيدي، اوريو حطم رقم قياسي عالمي جديد من خلال تنظيم هذا الحفل اللي حضر ليه 2482 شخص، كلهم جاو يذوقوا المنتوج ديالنا اللي المغاربه كاملين كيحماقوا عليه، واللي تم انتاجه في المغرب اخر مارس 2015 باستثمار بلغ 105 مليون درهم. اوريو عزيز على المغاربه كاملين، هذه بعدا انا كنعترف بها. اوريو هذا البسكوي البنين متوفر بشكل كبير في مختلف جهات المملكه وغير بزوج درهم. ايوا دابا كلشي يقدر ياكل اوريو. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.